نظم قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين ندوة بعنوان تفشي الأمية في مهد الحضارات. الورقة الأولى في الندوة للأستاذ الدكتور صباح علو المختص بالشأن العراقي، وتحدث فيها عن اليوم العالمي لمحو الأمية، تراجع نظام التعليم في العراق، الأسباب والمآلات. الخطير جدا في هذا الجانب هو أن نسبة الأمية تزداد، أي أن الجيل الحالي نسبة الأمية العالية جدا اللي تتراوح بين حوالي 30 إلى 40، حتى كما ذكر أستاذنا 50%، وهذا يشكل خطورة في العالم الذي يتطور حاليا. من لم يستخدم الكمبيوتر يعتبر جاهل، إنسان أمي. العالم هكذا يتجه، ونحن ما زلنا في زيادة الأمية في الكتابة والقراءة في بلد حقيقة هو الذي علم العالم الكتابة والقراءة في تاريخه القديم منذ 7000 سنة ولغاية اليوم. أما الورقة الثانية فكانت للدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين، عن واقع التعليم في العراق الجديد في ظل حتمية الجهل التي فرضها الاحتلال وحكوماته المتعاقبة. تكشف البيانات الدولية التي تم جمعها أن ما لا يقل عن 50% ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاما لا يمتلكون المهارات الأساسية للقراءة والكتابة، وأن 90% من طلبة المراحل الابتدائية لا يفهمون ما يقرؤون، وأن نحو 70% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما لا يذهبون حاليا إلى المدرسة، وأن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء يقدر حاليا بنسبة 24% فقط مقابل 56% للرجال، وهو أدنى مستوى في المنطقة. بينما في الورقة الثالثة تحدث الأستاذ الدكتور نصير صفاء الأكاديمي والأستاذ في الجامعة المستنصرية سابقا عن تجربته حول موضوعات الندوة. تجربة كانت عام 2010 اللي صارت، وهذه الأفكار الجديدة اللي اجتني هي اللي خلتنا في هذه البودقة. هذا جزء بسيط يسير من تجربتنا. أما التجربة الأخيرة وهي أزمة كورونا، هل أثرت على نظام التعليم والجانب الأمي والجانب؟ نعم أثرت سلب، أثرت سلب، لأن التعليم كان يعني حقيقة دون المستوى اللي إحنا نريده، وتخرجوا عندنا يعني عندنا لا تزال أنا أذكرها، تخرجوا عندنا خريجين لا يفقهون شيئا. وعرضت الندوة أرقاما مأساوية عن الانهيار الواسع في التعليم، وأن الجهل في العراق أصبح السلاح الصامت الذي يهدد العراق وأجياله المستقبلية.